حلو، اليوم راح اسوي بسبوسة. شكر، مي، هيل، زعفران وشوية ليمون. تفور 10 دقائق. سميد، بيكنج باودر، شكر، لبن، دهن وجوز هند، ونخلطها كلش زين. احط شوية بالقالب، شوية كريمة بالنص، افرشها. طبقة لخ مع عجينة بسبوسة ولوز للزينة او بسبوسة ومكسرات. نحطها بالفرن، نصب شيرة دافية. بالعافية. جربوها بالبيت، ان شاء الله تحبوها، شكلها خرافي.